ويا أهلا وسهلا بالجميع، ونبدأ بإذن الله اليوم مع أول وصفة بدورة خروف العيد. الدورة هذه بإذن الله بنتعلم كل شيء يخص ذبيحة عيد الأضحى. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بسوي الكبدة بطريقة واحدة، لكن بعطيكم بدائل، بعطيكم خيارات، بعطيكم اقتراحات، وبإذن الله بتطلع ألذ كبدة ممكن أنتم تسوونها. الطريقة جدا سهلة والطعم جدا لذيذ. أول خطوة نتفق عليها اللي هي الكبدة ما تنغسل بعد التقطيع، نغسلها قبل التقطيع ما بارد، والأفضل أنكم تجمدونه شوي، تكون باردة تقريبا مثلجة علشان تقطعونه بكل سهولة. بوريكم الآن فيديو يوضح طريقة التقطيع. أفضل طريقة لتقطيع الكبدة اللي هي تكون مستطيلات بشكل طويل ونحيف، هذه هي أفضل طريقة، بترككم مع الفيديو. وهنا بعد ما انتهيت من تقطيع كل الكبدة أوصال صغيرة ومستطيلة، بوريكم شيء اسمه الخلب اللي هو شحمة البطن. هذا مرة مرة حلو ممتاز، بقول لكم شلون طريقته. تفردون الشحم هذا على الصينية بدون تقطيع، وتجيبون الكبدة تقطعونها أوصال مربعات، وتجيبون سيخ شوي وتغرسونه بالسيخ، وممكن تحطون بينه قطع من الفلفل البارد، الطماط، البصل، زين. وبعدين تحطون الأسياخ بشكل مستقيم، تصفونهن وتلفون الخلب عليه، بعدين تحطونه على الجمر أو تحطونه على صاجة، تقلبونه على الجهتين بعد ما ترشونه بالملح، فلفل أسود، كمون. طعم ما تشبعون منه، جدا جدا لذيذ. أنا ما راح أسوي الطريقة هذه، بسوي طريقة الكبدة المتعارف عليها. أخذت قطعة من شحم البطن وقطعت قطع صغيرة، هذه هي اللي بحمس فيها الكبدة. وتقدرون تستبدلون الشحم خلب البطن، تحطون زيت زيتون، تبون زيت الكانولا، تبون أي زيت عندكم. طيب أنا على الصاجة حمست الشحم لين ذاب، بعد ما يذوب ويصير لونه بني بطلعه وبأبدأ أشتغل بالزيت نفسه. عندي هنا بصل جوانح، فلفل رومي وفلفل حار وطماطم وملح وكمون وفلفل أسود، وبضيف بعد بابريكا بالأخير. هذه مكونات الكبدة اليوم. الحين بعد ما سخنت الصاجة بالمرة وذاب الشحم، شلت القطع الصغيرة تكون كذا يابسة، طعمه مرة لذيذ بس أنا ما أبيه. حطيت الكبدة وقلبت على حرارة عالية بالمرة، أقلب تقليب سريع. طيب تقدرون الحين بعد ما تستوي الكبدة تشيلونه وبنفس الزيت تكملون باقي الخطوات، أو أنكم تخلون الكبدة بعد ما تستوي وتضيفون لها باقي المكونات، فلها عدة طرق، تختارون أنتم الطريقة اللي تناسبكم. أنا بالنسبة لي بعد ما استوت الكبدة أضفت البصل والفلفل الرومي مقطع جوانح، الفلفل الحار، وقلبت على حرارة عالية، وبعدين أضفت الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا الحارة. ونصيحة يا بنات، بالنسبة لتقطيع الجوانح كل ما كان رفيع التقطيع يكون أفضل ويطلع الشكل جدا جميل. طيب الحين بالنسبة للكبدة، في بعض الناس يحبون يكون فيها شوي من المرق، وبعض الناس لا، يحبونها تكون مرة مشلوطة مقلقلة، تكون ناشفة. طيب ممكن تضيفون طماطم، أنا حذفت الطماطم. ممكن تضيفون الثوم مع البصل. الآن بعد ما انتهيت سكرت النار، بالمرحلة هذه تقدرون تضيفون دبس الرمان، جبنة سائلة، عصير ليمون، الشطة الحارة، حطوا الخيارات اللي انتم حابين. انا غرفت لي بصحن التقديم وحطيت عليه البقدونس، كزبرة، عصرة ليمون، شطة حارة، مع الخبز الحار، مع كاسة شاي. الطعم جدا لذيذ. أتمنى أن كل وصفة عجبتكم وتطبقونها إن شاء الله بيوم العيد. صحتين وعافية مقدماً على الجميع، وعيدكم مبارك.